الحمد لله. السلام عليكم. الشخص يسأل كيف يزيل بليته بليه النت والهاتف النقال. هناك من يبقى في الهاتف النقال اليوم كله، لا يذكر الله ولا يصلي، يضيع أوقاته في الهاتف. وكذلك يا إخوتي، هذه تزيل كل شيء كنت مبتلي به. إذا مثلا كنت مبتلي بخمر، ونطلب الله العفو والعافية. إذا كنت مبتلي بالتدخين وهذا منتشر، إذا كنت مبتلي بالتدخين تتبع الطريقة إن شاء الله، وإن شاء الله تشفى وتقلع التدخين. وكذلك المحرمات الفاحشة بأنواعها، فحشة وتأتيف أفكار الفاحشة، فليتبع هذا الورد. أي شيء كنت أنت مبتلي به وهو يخرب حياتك وتريد أن تزيله إن شاء الله بهذا الورد، ستزيله إذا اتبعت الطريقة يوميا. الوصفة جد سهلة بإذن الله. 192 مرة، 192 مرة في الصباح وفي المساء. قلته في الصباح لما تستيقظ وتقوله وراء صلاة المغرب. كذلك إذا كنت أنت مبتلية بشيء ما، تقوله في الصباح ووراء صلاة المغرب 192 مرة. المدة الزمنية هي 7 أسابيع، ولكن أنا أقول لك 8 أسابيع. 8 أسابيع يقتلع منك الشيء الذي هو عندك إذا اتبعت هذه الوصفة. 8 أسابيع تتبع الطريقة لمدة 8 أسابيع، وأنت تقول الورد 192 مرة في الصباح و 192 مرة في الليل. إذا اجتهدت في الورد مثلا إذا قلت 192 مرة وراء كل صلاة، كان خير لك. ستسرع العلاج. الورد هو أستغفر الله المانع وأتوب إليه، اللهم اعف عني. أستغفر الله المانع وأتوب إليه، اللهم اعف عني. 192 مرة في الصباح وفي المساء لمدة 7 أسابيع، وأقول لك أنا مدة 8 أسابيع، يقتلع منك الابتلاء أي شيء كنت أنت مبتلي به وهو يخرب حياتك. إن شاء الله. وإذا اجتهدت وراء كل صلاة، هذا يبقى على حسابك. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء.